هذا البرنامج برعاية أهلا بحضراتكم وفقرتنا الحوارية الأولى في برنامج الحصاد واللي خصصناها للحديث عن مشروع شبكة الطرق القومية في مصر، وهو مشروع كبير وعملاق له مراحل متعددة. احنا شاهدنا المرحلة الأولى، اليومين دول احنا تقريبا بنخلص في المرحلة الثانية وهنبدأ بإذن الله في المرحلة الثالثة اللي بتضم 6 مشاريع عملاقة أطوال تصل لأكثر من 1150 كيلومتر باستثمارات كبيرة تقدر بالمليارات. خلينا نطل على هذه المشروعات، نتعرف عليها، أهم الأماكن اللي هتكون فيها هذه الطرق وانعكاس ده على حالة الاقتصاد المصري وعلى الحياة الاجتماعية حتى في مصر والحياة الثقافية، لأن الطريق حياة. فهنعرف مع بعض أهمية هذه الطرق وأين توجد وكل تفاصيلها مع ضيفنا العزيز الأستاذ خير راغب، مسؤول ملف النقل بالمصري اليوم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ خير. يعني الناس ممكن تقول إحنا بنصرف كتير قوي على الطرق ويعني دي مليارات، مش فاهمين أهمية الطرق قوي. يا ريت نوضح للناس ما معنى الطرق وليه الطرق مهمة بالنسبة لأي دولة عاوزة تحقق تنمية. بص، هرجع لحضرتك القصة تاريخية شوية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، أمريكا كانت عاوزة تعرف ليه ألمانيا صمدت، ليه ألمانيا آخر دولة يعني صمدت في الحرب العالمية الثانية. فكانت المفاجأة أنه اكتشفوا أنه فيها أقوى شبكة طرق موجودة يمكن في أوروبا كلها. عشان كده أمريكا كان أول اهتمام ليها أن هي تبدأ تعمل المشروع القومي للطرق في أمريكا من نهاية الحرب العالمية الثانية، ويعني من سنة 46-47 بدأت المشروع القومي للطرق في أمريكا. انتهوا منها في الثمانينات. أطوال الطرق في أمريكا حاليا 6,500,000 كيلومتر، لدرجة أنه عندهم طريق يعني يربط الشمال بالجنوب طوله 48,000 كيلو. ومن هنا كانت نهضة يعني أمريكا. 52 ولاية بنتكلم عنهم. 52 ولاية يعني احنا لسه ما كملناش. يعني مش عاوز أقول الأرقام اللي عندنا، يعني حسبنا الطرق بال وهي نسبة وتناسب برضو مع المساحة ومع عدد المساحة، لكن بنتكلم احنا ما كملناش 100,000، 120,000 كيلو. يعني كل المجهود اللي احنا باذنينه ده كله 120,000 كيلو. بنتكلم على 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 الدولة بصت شافت انه في دوله صمدت مع كل التحالفات اللي كانت عليها، قدرت تصمد علشان عندها شبكه بنيه تحتيه قويه من الطرق. وفضلت طول 40 سنه عملوا 6,500,000 كيلو طرق. علشان كده هي امريكا نجحت، قويه بيت، قويه اقتصاد، قويه باستثمارات، قويه تواصل ما بين الولايات وبعضها. يعني ده اساس، يعني ليه طريق، يعني طريق، الطريق هو اساس التنميه الحقيقيه في اي دوله. اي دوله فيها طريق يعني فيها تنميه، يعني فيها اقتصاد قوي، يعني فيها مستثمر يجي يبدا يفكر يقول لك انا هنقل البضاعه بتاعتي من نقطه الف لنقطه ب في زمن مدته قد كده، يعني هوفر مبلغ معين وده هيعود عليا بالاستثمار بشكل معين، غير مستثمر تاني يجي يبص يلاقي مفيش طرق. طب اجي استثمر ليه؟ اجي خاطر ازاي؟ صحيح. مفيش. ودايما الطريق عندما يتعمل طريق بتنشا الاماكن الحضريه عليه، سواء كانت زراعيه او صناعيه، او وده الاهم طبعا بيبقى سكانيه. يمكن حتى المشروعات اللي بتتم في مصر دلوقتي بتتم على محاور الطرق. هو ده اللي بيخلي مصر بتصرف على البنيه التحتيه، وده التفكير الصح. ده لازم نوضحه للمشاهدين، ان اي فرصه استثماريه اي مستثمر لازم يحسبها البنيه التحتيه متوفره ولا لا، وده اساسها الطريق. طبعا. اذا كان هيساعده في نقل بضائعه ونقل عماله وغيره ولا لا. احنا كمان كمصريين ده سهوله التنقل وايجاد فرص عمل وايجاد يعني حياه على جانبي المستثمر الطريق. اول ما بيجي بيبص على مجموعه حاجات موجوده في الدوله، هل الدوله دي بتحققها ولا ما بتحققهاش، عشان يقدر يفكر فيها. طبعا بالاضافه الى المجال المناخ الاستثماري في الدوله ماشي ازاي، بيبص على الدراسه بتاعته مبنيه على الطرق كبنيه تحتيه، مدى قوه الدوله دي في شبكه الطرق بتاعتها، مدى قوة الدولة دي في توفير الكهرباء بتاعتها وتوفرها، أو بعد كده مشتقات الغاز البترول والحاجات اللي هي الـ زي الإنترنت والحاجات اللوجستيات اللي هي بتاعتها. لكن هو بيدور لو البلد دي شبكة الطرق فيها إيه؟ طالما هو اطمن على إنه المناخ جاذب للاستثمار بتاعه والبيئة التشريعية بتاعت الاستثمار آمنة، الطريق أخبار شبكة الطرق إيه؟ إنه بيبدأ يحسب تكلفة البضاعة بتاعته من المصنع اللي هيعمله لمين التصدير بتاعه
وقت قد ايه؟ يمكن دي تجربة انا عشتها مع مجموعة من المستثمرين، كنا في رايحين مواني مينا السويس، خدنا طريق السويس الجديد، ما مشيناش بالطريق القديم، فجأة في نص الطريق الفليشر راح واقفين، والراجل الخواجة مسك عمال يحسب المدة قد ايه من هنا لهنا ليها ساعة، فكان منبهر بالطريق. وده الطريق ده واحد كان المرحلة الأولى من مشروع القومي للطرق، اللي هو توسيع طريق السويس من القاهرة لحد السويس 120 كيلو في زمن ساعة. فهنا حسبته، هو حسبته حسبة اقتصادية، احنا حسبتنا حسبة إعجاب بشبكة الطرق بتاعتنا، ما مش شايف يعني. طيب احنا بقى عاوزين يعني نشوف مشروع شبكة الطرق ده واهتمامنا بالطرق بدأ امتى، ويعني من المفترض ان هو بيسير في ثلاث مراحل، نستعرض يعني بدايته والمرحله الاولى والثانيه منه كان شكلهم ايه قبل ما نتكلم عن المرحله الجديده. طبعا فكره المشروع القومي للطرق بدات مع يعني ارهاصاته بدات مع قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو اول ما بدا الفكره دي، وكان التفكير حوالين 5000 كيلو طرق تم تقسيمهم لثلاث مراحل. مرحله اولى كانت كل مرحله المفترض تخلص في سنه، بس لطبيعة بعض الطرق ما خلصتش في السنة، لكن حجم الإنجاز لما احنا ننجز نحو 4000 كيلو طرق في 3 سنين، ال 4000 كيلو طرق دول كانوا بيخلصوا في 12 سنة. يمكن نموذج مثال بسيط جدا جدا، طريق سوهاج البحر الأحمر اتعمل خد 3 سنين تنفيذه، في من سنة 2007 لحد 2010. الطريق ده اتعمل الازدواج بتاعه خد سنة، يعني فبدا 2016 تم افتتاحه، في بدا 2015 تم افتتاحه في 2016. فتكثيف الوقت وتكثيف العمل هو ده اللي خلى المشروع القومي ازاي يظهر ملامحه، لان مصر ما عندهاش رفاهيه الوقت ان هي المشروع ياخد فتره زمنيه. احنا بالفعل متاخرين جدا، فعاوزين نسبه او نلحق. لما نيجي نقارن نفسنا بالدول القريبه مننا في الدول العربيه، لا احنا متاخرين. يعني احنا يعني اي دوله عربيه، يمكن نتكلم على بعض الدول العربيه الشقيقه، لا عندهم شبكه طرق ونهضه طرق قويه جدا، ومبنيه على اساس مهندسين مصريين وخبرات مصريه هي اللي بنت لهم. فاحنا اتاخرنا كتير. شبكه الطرق الحاليه دي يمكن بدات تؤت ثمارها في انه مستثمر بيجي، في انه مصر بدات يبقى فيها كذا وسيله انتقال سلسه وسهله وسريعه. تقدر حضرتك تروح اسكندريه بكذا طريقه باسرع وسيله، تقدري تروحي طريق تروح السويس بسهوله، وفي لسه اللي جاي كتير. يعني انا احنا استهدفت ايه يعني الطرق دي بدايتها كان فين او ربطت بين ايه وايه؟ هل اهتمينا مثلا بالدلتا ومنطقه بحري زي ما اهتمينا بمنطقه ابلي ولا لا؟ يعني التوزيع جت ازاي؟ التوزيع جت، يمكن معظم شبكه الطرق في مصر شبكه طوليه، يعني عندنا الطرق معظمها طولي، وكانت الطرق العرضيه غايبه. يعني انت بتيجي تتكلم على طرق عرضيه في مصر، انت بتربط الوادي بالدلتا. ده بالنسبه لنتكلم على الصعيد اول في بدايه الامر، يعني الصعيد فيه طرق طوليه معظمها، الطرق العرضيه فيها كانت قليله جدا. والدوله هنا كانت تفكيرها وفلسفتها ازاي اعمل ربط عرضي ما بين شرق الدلتا وغرب الدلتا، وما بين البحر الاحمر وما بين الصحراء الغربيه بالطرق بتاعتها، علشان ازاي ابدا اعمل مناطق صناعيه في المنطقة الغربية ونقولها لحد البحر، الناحية الثانية من البحر الأحمر. نفس الفكرة دي تمت، إنه ممكن الدلتا فيها شبكة كتير، شبكة كبيرة شوية بس شبكة مفردة. فكان إزاي أنت تعمل توسعة للشبكة دي بالمحاور الجديدة اللي أنت بتعملها. من أول الدلتا لو حابين نتكلم من اسكندرية، تم توسعة اسكندرية والمحاور العرضية بتاعتها، مرورا بواسطة الدلتا في كفر الشيخ، المنصورة، المنوفية، طنطا، تم توسعة الطرق. عندنا الطريق الصحراوي الغربي اسكندريه، طريق الصحراوي اسكندريه مع رفع كفاءه الطريق الزراعي. ازاي الدوله بدات تعمل شبكه الطرق دي؟ يعني بتتكلم على نحو 3200 كيلو، معظمها طرق عرضيه، محاور 70 كيلو 80 كيلو. فانت قدرت تربط يعني في الصعيد، قدرت تربط المنطقه الغربيه او الصحراء الغربيه بالصحراء الشرقيه في زمن. يعني انا مثلا لو عاوز اروح البحر الاحمر، اصبح دلوقتي اي ساكن او اي مواطن في سوهاج مثلا يروح سفاجه في البحر الاحمر في زمن ساعه ونص في العادي. بقى لو ما كانتش الشبكه دي معموله كان يعني لا احنا ما احنا يعني كانت في معاناه مثلا في الصعيد، كان في معاناه كبيره جدا. يعني انت مثلا لو عاوز تروح مثلا البحر الاحمر، لو واحد من سكان اسيوط او سوهاج علشان يروح سفاجه او يروح الغردقه، كان بياخد الطريق لحد الكريمات او لحد حلوان،
من الحلوان ياخد الطريق ويرجع بيه تاني، يعني بياخد مثلا حوالي 12 ساعه و10 ساعات. لكن دلوقتي هو بالنسبه له ساعه ونص. ده تفكير المواطن العادي اللي هو عاوز يروح يقضي مثلا اي اجازه. لكن المستثمر بيحسبها غير كده. المستثمر انزل الصعيد، طب اصدر من فين؟ هنزل سوهاج، اقرب نقطه تصديريه ليا هنزل اسكندريه او دمياط. فبيحسب المده الزمنيه بتاعته دي كلها والتكلفه، وكان في ضغط على المواني. لكن دلوقتي المستثمر هينزل سوهاج او اسيوط او المنيا او قنا او اسوان، عنده الطريق بتاعه موجود، سواء اسوان طريق برنيس البحر الاحمر 200 كيلو، قنا طريق قنا سفاجه 180 كيلو، في سوهاج نفس الموضوع 210 كيلو، في اسيوط نفس الموضوع، اسيوط سوهاج سفاجه 230 كيلو بالتقريب يعني. فاصبح المستثمر دلوقتي بيفكر ازاي انا هنزل الصعيد، يعني انا مش هروح منفي، لا ده انا عندي مينا قريب. يمكن التكامل الخطه هنا، يمكن في مينا بيتعمل او في مجموعه مواني بيتم التجهيز ليها. يعني حضرتك قلت ان احنا كان عندنا طرق طوليه فقط، فحبينا ان احنا نعمل الطرق العرضيه دي عربية علشان نكمل. فدلوقتي كلمتني عن كذا طريق عرضي بيربطنا بقى بالبحر او بيربطنا بمينا. لا ده في حاجه اجمل من كده، يعني في اصبح دلوقتي يمكن التفكير الجديد، يمكن الدكتور هشام عرفات فكر فيه وكان تفكير منطقي جدا وتفكير كويس. انا مش عاوز اعمل كوبري على النيل، انا عاوز اعمل محور يربط الصحراء الغربيه مرورا بالسكه الحديد بالطريق الزراعي بالنيل بالصحراء بالطريق الصحراوي الشرقي على البحر الاحمر. يعني ما بيجيش كوبري طوله مثلا 2 كيلو، لا ده بيجي المحور اسمه محور طوله حوالي 18 كيلو 20 كيلو، وكان اخرها محور كوبري محور جرجه اللي تم افتتاحه في المراشده في شهر 7 في شهر من شهرين فاتوا 17 كيلو كوبري 17 كيلو بيبدا يربط الصحراء الغربيه. يعني انت حياتك لو ماشي في طريق الصحراء الغربي عاوز ترجع تاني على البحر الاحمر بتاخد المحور ده 17 كيلو، بتعدي السكه الحديد الطريق الزراعي النيل، والنيل في الصعيد بياخد كذا فرع، فرع كبير وفرع صغير، منه على الصحراء الشرقيه، منه على البحر الاحمر، وترتبط بالطرق الموجوده في البحر الاحمر سواء كانت الطريق الساحليه او الطرق الجانبيه. فانت بتتكلمي انت ادي اهميه شبكه الطرق. كمواطن حس ان هو يستطيع ان هو ينتقل من اي نقطه في اقصر مده زمنيه. المستثمر عنده خلاص الدوله دي جاده لان بتصرف مليارات علشاني انا، فدي احساس للمستثمر ان الدوله دي جاده في ان هي بتنفق على البنيه التحتيه. ما المستثمر مش يجي يعمل طريق، استحالة. دي حاجات لازم الدولة تتكفل بيها، لازم ده معروف، ده معروف في استثمارات بمليارات فيها. لكن مليار. هو وحضرتك كلمتني عن الربط كمان بالمواني للتصدير في حالة المستثمر عاوز يصدر، فده بيكون متوفر. بدأوا دلوقتي، بدأ يمكن سفاجة بدأ دلوقتي يجهزوا دلوقتي المحطة متعددة الأغراض، يعني مواد الأغراض يعني محطة بضائع ومحطة حاويات. يعني المستثمر عاوز يصدر حاويات كونتينرز أو يصدر بضائع فاكهة وخضار ومشتملاته يقدر يصدر عن طريق ميناء سفاجة. يمكن الدراسات انتهت منها وفي اكتر من 5 عروض من شركات كبيره يعني جايه تيجي تجهز وتعمل مينا بتكلفه حوالي 300 مليون دولار. وفي يمكن النهارده تم التصدير على مينا ابرامات في حلايب وشلاتين، ده في السودان، ده بيخدم على الحدود مع اسوان، وبيخدم على الاقصر، وبيخدم على المنطقه بتاعت حلايب وشلاتين. ففي نظره ده في غير المشروع الاكبر اللي هو مشروع المثلث الذهبي ده مش مهم في الصعيد. وحضرتك كنت بتكلمنا عن انه برضو الصعيد اذا كان محروم من التنميه قبل كده عشان سبب رئيسي عدم وجود طرق لتصريف البضائع، دلوقتي طالما فكرنا في المثلث الذهبي يبقى اكيد مجهزين طرق خاصه بيه. عندنا في طريق قنا سفاجه، عندنا طريق سوهاج البحر الاحمر، عندنا طريق اسيوط سوهاج البحر الاحمر، عندنا طريق برنيس، في دلوقتي بيتم عمل ازدواج لطريق سفاجه مرسى علم قصير لحد المنطقه الحدوديه. ففي ده بالنسبه للصعيد كله. في حاليا يمكن احنا هنبدا بقى نتكلم على المرحله الثالثه المشروع القومي، يمكن احنا بنتكلم على 1100 كيلو 10 مليار، لا انا بتكلم على خطه استثماريه 17 19 في سنتين في الطرق، بس الطرق والكباري فقط ب 35 مليار جنيه. 17 مليار 17 18 منهم 10 مليار المرحله الثالثه المشروع القومي للطرق، و7 مليار للطرق الموجودة حاليا منهم 3 مليار للصيانة بس. يعني الشبكة القائمة حاليا بيتصرف عليها 3 مليار جنيه أو 2 مليار و8 من عشرة
لصيانة الطرق دي علشان نقدر نحافظ عليها بحالة جيدة، والأربعة مليار التانيين لشبكة الطرق الداخلية، يعني عاوزين رفع كفاءة ازدواج كوبري أو استكمال خطة الكباري الموجودة. طيب هل احنا يعني موضوع السرعة في الأداء ده الناس بتبقى قلقانة، هل السرعة في الأداء ممكن تكون على حساب الجودة، فنلاقي مثلا انهيارات أو تصدعات في بعض الطرق أو بعض الكباري أو غيره، فده يؤدي إلى عودتنا مرة تانية إن احنا نرممها أو كده ونصرف تاني، ولا ده مدروس؟ هو يمكن تخوف الناس زي موضوع التخوفات من الأعمار اللي بتتبني في زمن قياسي من الإسكان، لكن لا، هو يمكن التطور الحديث اللي تم في 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 التقنية بتاعت إنشاء الطرق بيراعي النقطة، بناء براعي النقطة زي كده. في حاجة تاني يمكن سهلت الموضوع، إنه في الماضي كان شركة واحدة أو شركتين بياخدوا طريق بطوله 80 كيلو. المرة دي تم فتح الباب من كل الشركات، الطريق ال 80 كيلو بدل ما كانت بتاخده شركتين أو شركة بتاخده مثلا 8 شركات، كل شركة بتاخد 10 كيلو بتقوم بيهم بتنفذهم. فأصبح دلوقتي، وكمان الشغل مش فترة واحدة، الشغل فترتين، فأصبح بتدي فرصة أكتر إنك تقدر تنجز مشروعك بأسرع وقت، يعني وفي نفس المدة الزمنية مثلا سنة أو 8 شهور. هو ده اللي مخلي فيه إتاحية إنك تقدر تعمل مشروع بجودة عالية، تكلفة أقل، وفي رقابة صارمة. يعني لأول مرة في الطريق بتبقى فيه أكتر، في ثلاث جهات بيشرفوا في الرقابة، والهيئة نفسها فيها اتنين استشاري بيشرفوا على المشروع على المقاول. يعني انا كمقاول مثلا بنفذ طريق، في اتنين استشاري من الهيئه بتاعتي، سواء كان هيئه الطرق والكباري وزاره النقل او الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه او وزاره الاسكان، هم اللي بيشرفوا عليه. بعد الانتهاء من الطريق في ثلاث جهات رقابيه او ثلاث جهات هم اللي بيشرفوا بيستلموا الطريق، الرقابه الاداريه واللي هي الفنيه العسكريه، هيئه الطرق والكباري، وبالاضافه معاهم طبعا لو في المشروع تابع للاسكان بيبقى ايه وصلت هيئه مكتبات العمرانيه. فما فيش اي مشروع بيتم تسليمه ويبقى صالح يعني يتم فتحه للطريق الا لما يكون مستوفي الشروط. طيب يعني احنا بنتكلم عن المرحله الثالثه، حضرتك كلمتني عن المرحله الاولى والمرحله الثانيه، المرحله الثالثه مستهدفه يعني ايه بالظبط، او ايه المناطق الجديده اللي مستهدفاها؟ المرحله الثالثه برضو نصها الصعيد، يعني برضو الصعيد واخد نصيبه كويس في المرحله الثالثه، وفي مرسى مطروح، منخفض القطاره، يعني عندنا منخفض القطاره لحد مرسى مطروح طريق بيتم استكماله بطول 70 كيلو. في وادي انا ده بيربط مع طريق اسيوط سوهاج البحر الاحمر، ده بطول 180 كيلو. في ده بالنسبه في طريق يعني هيتم ربط طريق اسيوط القاهره الغربي 400 كيلو بالطريق الاقليمي الدائري بطول 400 كيلو، المرحلة الأولى بتاعته ب 2 مليار جنيه، أربع حارات في كل اتجاه، وفي طريق خدمة للنقل التقيل، هيتم فصل النقل التقيل عن السيارات الخاصة أو الملاكي، ده في بزنس الصعيد. في مشروع تاني، مشروع ازدواج طريق سفاجة مرسى علم القصير، هو كانت حارة واحدة يعني اتجاه واحد رايح جاي 7.5 أمتار او 10 امتار هيتم ازدواج، ده بالنسبه للصعيد. وجه بحري في عمليه ازدواج بتتم في طريق طنطا، في بعض طرق طنطا، وفي طريق اسكندريه اللي هو برج العرب، ده برضو من ضمن المشروعات. في طريق تاني اللي هو استكمال طريق اللي هو في جنوب سيناء اللي هو طريق شرم الشيخ الساحلي، ده المرحله بتاعته من عيون موسى، المرحله الثانيه بتاعته بطول تقريبا 50 كيلو، ده بالنسبه لي توزيع الطرق. طب بالنسبه لمشروع الجلاله والطرق الخاصه بالمنطقه دي، جبل الجلاله خلص يا فندم، خلاص يعتبر اصبح تم فتحه يمكن بشكل تجريبي اللي هو الجلاله البحريه حاليا. الطريق اختصر اكثر من ساعه ونص من اخر نقطه في طريق القطامين العين السخنه، بتنزلي بعد كمين الزعفران. تم اختصار كل المسافه دي كلها وحوادث الطرق اللي كانت بتتم في الطريق الساحلي في السخنه، ده تم اختصاره بس، هو تم بس تجريبي تم افتتاحه، ممكن رسميا قريب جدا جدا هيتم، وده احد من المشاريع العظيمه اللي فعلا تم انشائها في مصر، لان حجم الاعمال اللي تمت فيه وحجم الردم اللي تم فيه ما يتمش في 10 سنين، لكن تم انجازه في زمن قاسي تقريبا سنتين ونص او سنتين وثمان شهور.
وهنا بنتكلم عن اشراك اهالي المنطقه اللي ما كانوش لاقيين فرص للعمل، يعني انهم يشتركوا في هذه الطرق، ده يعني بيخلي الانتماء يزيد، وبنستعين بيهم لانهم ادرى بهذه الطرق الوعره الجبليه، فلو كانوا البدو سكان المنطقه وكده. كلمنا برضو عن الجانب ده يا فندم، هو جانب اجتماعي ووطني مهم جدا. طيب انا اقول لحضرتك على حاجه، يمكن المشروع القومي للطرق الناس بتبص له كم المليارات للصرف. طب ما تيجي تبص له من زاويه ثانيه، كم فرص العمل اللي تم اتوفرت، الشركات المقاولات عندنا اكتر من حوالي اكتر من 40 شركه مقاولات، واكتر من 500,000 عامل مباشر وغير مباشر اشتغلوا في المشروع القومي للطرق. ده جانب محد ناس اغفلته، يعني الدوله هنا بطريقه ما قدرت تفتح فرص عمل للمواطن وللشباب ان هم يشتغلوا في المشروع اللي هو مشروع الطرق. يعني بنتكلم على حجم مليارات، داخلين في 80 مليار جنيه شبكه الطرق اللي تم انجازها حتى هذه اللحظه. لكن ال 80 مليار دول، شوف الجوانب الـ يعني فرص عمل الشباب، فرص عمل الشركات المقاولات، والاهم من كل ده انت قدرت تطرح 1.5 مليون فدان على مجموعه شبكه الطرق اللي تم انشائها وبيتم استكمالها في المرحله اللي جايه. بتخدم كمان على المشروعات الزراعيه، المشروعات الزراعيه، المشروعات السكانيه، المشروعات التعدينيه. يعني عمال يعني في دلوقتي الدوله بتجهز لمشروع اللي هو مشروع التنقيب الجديد. ما مشروعات التنقيب دي هتتم، مين اللي هيقدر يخش في الجبل او هيقترب من منطقه جبليه بدون ما يكون في طرق ممهده من المستثمرين؟ لكن الدوله عامله، يعني التوسعات اللي تمت في طرق الصعيد ما هدفها استثماري، دي طرق تعدين. المشروع من نصف فدان، انا اروح استصلح ازاي ما فيش طريق؟ في طريق اتعمل وفي طرق بتستكمل في النقطه زي كده. الوحدات السكنيه اللي بتتم، يعني وزاره الاسكان مثلا بتخطط او التخطيط بتاعها مبني على شبكه الطرق، لا الطريق ده يعني يبقى في المنطقه دي افضل من المنطقه دي علشان المنطقه السكنيه هيتم انشائها او طرح الاراضي هيبقى في المنطقه دي، فهي عمليه متكامله. ما هو ده يعني تنميه، هي دي فلسفه الطرق. هي دي التنميه، هي دي التنميه بتاعه الدوله الشامله. يعني انا بعمل تنميه ازاي؟ بعمل الطريق بيتبني عليه منطقه زراعيه في منطقه سكانيه، وفي مصانع بيتم انشاء ومناطق صناعيه بيتم انشاء ومناطق صناعيه. طبعا هنا الملفت الاهتمام بالصعيد لانه يعني كان مهمش في فتره سابقه، وبالتالي في كم كبير من الطرق بنتكلم عنها في الصعيد، وكمان الاهتمام بالمناطق الحدوديه اللي ممكن يكون فيها مشاكل لو تركت هكذا، زي شلاتين حضرتك كلمتني عن ميناء هناك. تاثير الميناء ده على الحياه في شلاتين هيكون عامل ازاي؟ هو انت بتتكلم على ميناء، يعني بتعتمد على حركه الصادر والوارد، بتعتمد على ارتباط المواطن بحركه التجاره. يعني بدل ما يبقى اعتماده كله على الرعي والحياه العاديه، لا ده انا بنشئ منطقه صناعيه، ما مينا يعني في منطقه صناعيه، مينا يعني في حركه دخول وخروج صادرات وواردات. يعني هيبقى هنا المواطن اللي هو من ابنائنا في حلايب وشلاتين هيبدا يشتغل بشغله التجاره، لانه حضرتك عارفه من زمان بورسعيد يعني ما كانتش هي حديثه جدا، يعني مش مقارنه لما اتعملت منطقه حره، لما اتعملت قناه السويس وبدات بعد الحروب اللي خيطها مصر، بدات تبقى في نوع من التجاره لابن بورسعيد، لان هو ما عندوش اي صناعه ثانيه او اي تجاره ثانيه غير المنطقه الحره، فهنا بدا يخش في عالم التجاره. اسكندريه قايمه على معظمها على مين اسكندريه من زمان خالص من التاريخ. اسكندريه، دمياط كانت مدينه الاساس كلها، وكانت كل الصناعه كلها في الموضوع ده. لما تم افتتاح الميناء في الثمانينات بدا يبقى في توجه تاني اللي هو الشحن والتفريغ، وتوجه ناحيه الميناء وكل فاي، وبناء عليها اتبنت مناطق صناعيه خاصه جنب كل ميناء. نفس الموضوع هيبقى فيه برضه في رمادا وفي حلايب وشلاتين، نفس التوجه ونفس كله. فانت بتعمل عمليه تغيير لثقافه البيئه وثقافه المجتمع. طب احنا لو بنتكلم كمان على الطريق الزراعي في مشاكل كتير وكان بيحصل عليه حوادث كتير، دلوقتي بنتكلم عن تطوير الطريق شبرا بنها. نتكلم عن ده، انا بعتبر انا وجهه نظري، انا بعتبر واحد من يعني هو معاه مشروع تاني، انا بعتبر واحد من اقوى وافضل وانجح المشروعات اللي ممكن مصر هتستفيد منها، او ممكن المواطن العادي يحس بيها ويعرف فعلا الفرق في الطريق ده. الطريق ده يمكن كان التفكير فيه من زمان، من 2005 2006، ولكن تعثر المشروع بسبب عدم وجود
يعني تمويل لازم ليه، وفي نفس الوقت نزع الملكيه كانت في مقاومه من الاهالي. طريق طوله 42 كيلو، 42 كيلو هيوفر وقت ما يعادل ساعتين، يعني المواطن اللي هياخد الطريق الزراعي من المؤسسه في شبرا الخيمه لحد ما يوصل بنها بياخد ساعتين. ممكن المواطنين واهلنا في بنها بيعانوا من الموضوع زي كده. هم على طول في يعني عماله وافده الى القاهره يوميا، ده يعني ده وكمان كل يوم هم بيجوا القاهره او بيروحوا منها. بالظبط، وكمان طريق ممكن مرتبط، هو مرتبط باربع محافظات. يعني لما هيرتبط بالقوس الشمالي للطريق الاقليمي الدائري او الدائري الاقليمي هيرتبط، هيخدم اربع محافظات، قليوبيه وشرقيه ومنوفيه والمنصوره. اربع محافظات بينهم وبين القاهره بسبب الطريق ده هو حوالي ساعه الا ربع. يعني اللي ساكن في القليوبيه او الشرقيه او المنوفيه والمنصوره هو ساعه الا ربع. بالطريق ده مع القوس الشمالي اللي هو الدائري الاقليمي هينزل اسكندريه في الكيلو 67. يعني 40 كيلو هيبقى في اسكندريه الكيلو 67، يعني مش لازم ينزل القاهره وياخد محور لبنان والبوابه الزي والقريه الذكيه. هينزل الكيلو 67، يعني بينه وبين اسكندريه 130 كيلو او اقل بكتير يعني. فانت شوفي، يعني ده انا بعتبره واحد من اهم المشروعات. يمكن الدكتوره هشام عرفات في الاسبوع بيروح مرتين وبيتابع العمل، ان هو خلاص محدد لينا هيتم افتتاحه في شهر اغسطس المقبل. والطريق ده هيخدم 140 الف سياره، منهم 20 الف شاحنه. ال 20 الف شاحنه لما هيتشالوا من على الطريق الزراعي ويجوا على المحور الجديد، مكون المحور ده مكون من اربع حارات رايح واربع حارات جاي بالاضافه لطريقين خدمه. فانت وفرت على الدوله 140 الف. يعني لو حسبنا كل سيارة كانت هتفقد في الوقفة دي بتاعتها في الساعتين دول 2 لتر، يعني انت وفرت 280 ألف لتر يوميا. اضرب 280 ألف لتر في 375 يوم، هيطلع رقم تم توفيره للدولة استيراد المواد البترولية، وتم توفيره للمواطن العادي في فترة ارتفاع أسعار السولار والبنزين. دي حسبة لازم برضو نبقى على وعي بيها، علشان لما بنتكلم على الانفاق على الطرق لازم نتكلم عن ما يوازيها من اشياء احنا بنوفرها. بالظبط، زي البنزين، زي طبعا الحوادث انها تقل، زي بقى فرص هو العمل. وهو محور حر، محور حر يعني. يعني المحور الحر ده، يمكن الطريق ده فيه 24 عمل صناعي. يعني طريق 42 كيلو و 43 كيلو فيه 24 عمل صناعي، ما بين انفاق بتخدم المناطق الزراعيه، وما بين كباري على الطريق الزراعي، وكباري على الطريق السكه الحديد، وكباري ربط مع الطرق الارضيه. طيب، واحنا بنتكلم عن شبكه الطرق، احنا كان عندنا مشاكل دايما بنتكلم عن مواصفات الطريق، وان مواصفات الطرق في مصر مش مظبوطه قوي، او ما عندناش مواصفات للطرق، وده بيخلي الطرق تهبط بعد شويه، والشاحنات بتمر زيها زي العربيات الملاكي زي كله. واحنا بننشئ شبكات جديده، هل بقى التفكير اتغير؟ وده برده محتاج مساعده المرور وقوانين المرور علشان الطرق دي يعني ما تبص مننا تاني. أنا مع حضرتك في النقطة زي كده. يمكن أهم ما يؤثر على الطريق هي الأحمال الزايدة للنقل التقيل. قد يكون الطريق يمكن جودته مش على نفس المستوى. يمكن جودته ممكن يعني جودة الطريق بمعنى إيه؟ يعني الطريق ده العمر الافتراضي بتاعه عشان أبدأ صيانة ليه مفترض 7 سنين، ولكن المادة الخام والإسراف في العمل ممكن ياخد 3 سنين ويبدأ الطريق يبدأ يقل. لكن بيزيد المأساة أكتر إنه ما فيش رقابة على النقل التقيل. فالعربيه اللي بتشيل او الشاحنه اللي بتشيل 40 طن بتوصل 120 طن. فيمكن بعض الدول اشتكت من الشاحنات المصريه ان هي بوظت لها الطرق بتاعتها. لما هي بدات تشتغل عندها، فلان الاحمال تقيله، هو بيشيل رخام واسمنت، فلما وصل 120 كيلو الطرق بتاعتهم ما استحملتش غير هم شهرين، والطرق عندهم اتاثرت بشكل كبير. فالحل ان هو تبدا تحافظ على المعدل الطبيعي للاحمال عشان تقدر تحافظ على العمر الافتراضي للطريق. يعني بتتكلم على الطريق التكلفه بتاعته الكيلو بيخش في حوالي 10 مليون. فانا الشاحنه دي هتخليه ال 10 مليون دول بدل ما يقعدوا معايا 7 سنين هيقعدوا معايا 3 سنين عشان ابدا اعمل صيانه شامله مره ثانيه للطريق. لكن الجوده انا ظني عن طريق جهات الاشراف والرقابه اللي من الدوله حاليا على شبكه الطرق اللي بيتم تنفيذها في الوقت الحالي، اعتقد الجوده هي تدي العمر الافتراضي للطريق 7 سنين.
طيب هنا بتكلم عن مفهوم كان غايب عننا كمان زمان، حكاية الصيانة دي ما كانتش مفعلة بشكل كافي. مين اللي هيتولى صيانة الطرق دي؟ هل هي شركات خاصة ولا يعني جهات حكومية هتتولى الصيانة عشان برضو نضمن ان احنا ما انفق على الطرق يتم استثماره والحفاظ عليه؟ هو الصيانة يمكن هيئة الطرق الكبيرة عشان جزء اساسي من عمليه انشاء شبكه الطرق في مصر مع الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه ووزاره الاسكان، هي مختصه بالجزء اللي بتشغله وبتعمله، هي بتقوم بصيانته. وبتكلم على 2.8 مليار جنيه لصيانه الشبكه بتاعتها اللي هي بقى حوالي 26000، ممكن وصل دلوقتي 28000 كيلو. ده دليل ان هو في خطه. يمكن كان التصريحات او النقاشات مع اللواء عادل ترك رئيس الهيئه كان بيتكلم على انه بالفعل قام بالارساء على الشركات في عمليه الصيانه، يعني هو مش مستني لسه هيعمل، لا ده انا الطريق عملت له اتباع اتعمل، انا في نفس الوقت عامل له التعاقد بتاعه على الصيانه بتاعته عشان اقدر احافظ عليه. لانه فكره ان انا اسيب الطريق بدون صيانه او بدون متابعه ليه وافكر فيه اقول بعد 3 سنين ابدا افكر فيه، هو عوامل التعرية ولو مثلا الطرق صحراوية واغلبها كده عوامل التعرية الكتير جدا جدا بتأثر على الطريق بسرعة كبيرة، لكن لما ابدأ صيانته بأدوات خفيفة اقدر احافظ على العمر الافتراضي بتاعه عشان بعد فترة زمنية 7 سنين ابدأ اعمل له الصيانة الشاملة بتاعته. خلينا نطل إطلالة بقى على السكك الحديدية، وده برضو يعني حاجة موازية للطرق العربيات التقليدية. التطور اللي حاصل وخطط الدولة بالنسبة لمد السكك الحديدية والمحافظة عليها. يمكن السكك الحديد أكثر الملفات صعوبة في الدولة، يمكن ومعاناة حقيقية، يمكن بنقدر يعني في تقدير لظروف الناس بجد للسكة الحديد، وبتمر بمرحلة صعبة جداً لأن الدولة أهملتها كتير. الدولة يمكن بدأت من 2 أو 3 سنين تبدأ تفكر تقول نضخ استثمارات في السكة الحديد، والسكة الحديد ما عندهاش غير سكة حديد واحدة اللي القطر بيمشي فيها، وما تقدرش توقفه أو تركنه علشان تبدأ تطور. أنت بتيجي في حتة معينة بتبدأ تجهز وتعدل السكة فيها عشان هو ده اللي سبب التأخيرات في السكة الحديد. السكة الحديد محتاجة لا يقل عن 80 مليار جنيه، شراء عربيات جديدة، شراء جرارات، تجديد السكة نفسها، كهربة الإشارات، وعشان يبقى عندنا منظومة صالحة للاستخدام بشكل ما في السكة الحديد. الدولة بدأ فيها توجه، يمكن كان آخر لقاء للست الرئيس في المراجدة، افتتاح المراجدة بالأقصر، إدى توجيهات وممكن أتثمرها انه تم التوقيع على اهم عقدين للجرارات في السكه الحديد. عقد مع جي ال امريكيه لشراء 180 جرار، ما هو 100 جرار، وبالاضافه الى اعاده احياء 81 جرار من اللي كانوا تم استيرادهم في 2008. بالاضافه الى عقد مع بنك العماره الاوروبي ب 100 جرار، يبقى كده عندنا في 200 بالاضافه ل 80 280 جرار باستثمارات 700 مليون جنيه او بتكلفه 700 مليون دولار، سوري مليون دولار، حوالي 16 مليار جنيه مصري. ده بالنسبه للجرارات. في حاليا المفاوضات على شراء 100 جرار اخرين، وفي 6 وحدات او 6 يونتس من زي التوربيني هيتم استيرادهم بمنحه اوروبيه، وفي 700 عربيه بيتم جاري الفحص الفني والمالي ليهم للتعاقد عليهم، دول للدرجه الثانيه، يعني لخدمه الضواحي والدرجه الثانيه. ده ماشي مع خطه البنيه التحتيه وتجديد السكه الحديد حاليا. يمكن وزاره النقل شغاله فيها، وعلى مستوى الجمهوريه مفترض في 168 كيلو تجديد قضبان في السكه الحديد. يمكن المشكله دلوقتي اللي بيحاول الدوله او تحاول وزاره النقل توفرها هي المكن بتاع تجديد السكه الحديد، لانه المكن الحالي مش بيلبي الطلب. يعني انت بتجري، المكن الحالي بيعمل لك 6 كيلو في الشهر، انت مطلوب منك 168 كيلو. هو طبعا ملف كبير زي ما حضرتك ذكرت، بس هتوعدنا ان تكون معانا نفتح ملف سكك الحديد لوحدها، لان الموضوع فعلا كبير ومحتاج يعني ان احنا نفتحه ونناقشه، لانه بيستخدموا اكبر القطاعات في مصر لغايه دلوقتي، بيعتمد عليه الناس زي ما بيقول كده، هي دي وسيله انتقال الناس الغلابه يوميا. فيعني ما نقدرش ابدا نهمله. فعلا الدوله في فترات فاتت
اهملته جامد. واعتقد انه بما اننا بنبص على كل حاجه وبنراجع دلوقتي في مرحله مراجعه لكل ما تم اهماله، ان شاء الله ده هيدرج قريبا ونستضيف حضرتك في فقره اخرى ونتكلم عنه بالتفصيل. بشكر وجود حضرتك معانا استاذ خير راغب مسؤول ملف النقل بالمصر اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك. لسه فقراتنا متواصله مع حضراتكم، فقرتنا الاخيره دايما في يوم الثلاث بتكون من معهد مركز بحوث الصحراء. هنستضيف بعد الفاصل دكتور سامي السعيد علشان يكلمنا عن مفهوم دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية الزراعية. ابقوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية